يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة الثالثة من موضوع الرياضيات، نأخذ اليوم إن شاء الله موضوع التطبيق. التطبيق مفهومه هو عملية تعويض عن شنو قيمة؟ عن قيمة الأكس. يعني أهم شيء أعرفوا لي فكرته، يعني شنو فكرته؟ شنو فكرته؟ شنو فكرته التطبيق؟ التطبيق فكرته شنو عملية؟ عملية تعويض. لازم تعرف معنى الكلام. إذا الكلام شنو معنى؟ شنو معنى كلام التطبيق؟ من يقول لك تطبيق؟ شنو معنى التطبيق؟ عملية تعويض بدل قيمة الأكس. يعني من أنا قبل أخذتوها بالثاني وبالأول متوسط، من أقول لك الأكس زائدا واحد يساوي لنا ثلاثة، وكان هنا أنا ينطي قيمة أكس. الأكس قد ينطي قيمة أشقد؟ اثنين. هاي الاثنين تمثل قيمة من؟ يعني شنو معناها يقول لك؟ يعني يقول لك يا طالب عوض الاثنين بمكامل، عوضها واجمعها ويا من ويا الواحد، ايش قد يصير النتيجة؟ إذن هاي العمليات التعويض منطيك إياها، عمليات المباشرة. فهمتوا لي إياها؟ عمليات التعويض. إذن هذا هسه ما راح يقول لك عوض ولا يقول لك تطبيق، لا، في هاي الحالة ما ينطيك حتى كلمة تطبيق، ما ينطيك إياها. لكن شنو معنى التطبيق؟ التطبيق شنو معناه؟ عملية تعويض بدل شنو؟ بدل بدل قيمة الأكس. إذا ينطيك أكس واحدة، شلون تعرفه؟ للتعرف عليه. شوف التعرف عليه، هذا التعرف عليه. يعطى في السؤال شنو؟ بالسؤال سهم واحد. يعني كم سهم ينطيك؟ سهم واحد. مثل هذا السهم، شوف هذا السهم، هذا السهم، هذا هذا السهم، هذا السهم. البداية شنو نسميها؟ المجال. والنهاية مجال مقر. أنت شغلك وين راح يصير؟ على عناصر المجال. ذولا عناصر المجال، هذولا هاي المجال، هاي المجال تعوض. شنو تعوض عن شنو؟ عن عن الاكس. تعوض عن شنو؟ عن الاكس. يعني والمجال المقابل نهايه السهم اللي علاقه به هذا ملك علاقه به نهائيا. هذا اترك لي، اترك لي. شغلك وين يصير؟ بالبدايه. على البدايه ينطيك هنا الاعداد. شوف الاعداد، دائما دور الاعداد مال بدايه السهم. اعداد اي، روح دور مجموعه اي، اخذها وعوضها بمكان الاكس. وصلت الفكرة؟ أو يطلب بالسؤال، أو إذا ما انطاك سهم يطلب بالسؤال يقول لك جد شنو جد؟ جد المدى. شنو معنى المدى؟ المدى يعني معناه الناتج. شنو معنى المدى؟ المدى معناه الناتج. صار واضح؟ هذا بزمن البابليون يسمونه المدى، بزمن السومريون، فهمت علي؟ هسه بزمن احنا شنو نسميه؟ نسميه ناتج. فهمتم علي؟ هذا نسميه المدى اللي هو الرينج. أو بين نوع. شنو نوع؟ نوع التطبيق. إذا شنو نوع التطبيق؟ التطبيق كم نوع به؟ بثلاثة. شوف هذا، حيث، شوف هاي الملاحظة، حيث تعوض أعداد المجال بدل شنو؟ بدل بدل الأكس. إذا شغلك على التطبيق، شنو معنى التطبيق؟ عملية تعويض بدل الأكس، وعوض ببداية السهم لو نهايته بداية السهم. بداية السهم. شغلك وين يصير؟ ما لك علاقة بالنهاية، النهاية مسحها رأسا، شخبط لي إياها بالورقة. فهمت علي؟ أنواع التطبيق، التطبيق كم نوع به؟ ثلاثة. احفظهن. التطبيق حمودي كم نوع به؟ ثلاثة. شنو شنو هو؟ أول شيء الشامل. إيه بتعرفه شامل؟ يكون التطبيق شامل إذا كان الناتج، يعني الناتج اللي راح توجده، مو راح توجد ناتج؟ مو توجد ناتج ورا ما تعوض؟ ورا ما تعوض شو يطلع لك؟ يطلع لك ناتج، مو صحيحة؟ شوف الناتج موجود بالسؤال عندك. إذا كان الناتج غير شنو؟ غير غير موجود في السؤال. العفو، إذا كان الناتج بيه الناتج موجود، وين موجود؟ موجود في السؤال. إذا الناتج بيه موجود في السؤال، شو يكون التطبيق؟ التطبيق شامل. إذا غير موجود، إذا غير موجود، إذا غير شنو؟ غير غير موجود. فإنه شنو؟ فإنه فإنه غير شنو؟ غير غير شامل. إذا ما موجود قول عليه غير شامل. صار واضح؟ متباين. إمتى يكون متباين؟ يكون متباين إذا كان الناتج بدون تكرار. فهمت علي؟ يعني إذا الناتج موجود بالسؤال شو نقول عليه؟ شامل. تفهم؟ إذا الناتج موجود بالسؤال شو نقول عليه؟ شامل. إذا طلع الناتج بدون تكرار شو نقول عليه؟ متباين. زين، إذا صار به تكرار، إذا وجد تكرار غير متباين. أمتى يكون تقابل؟ النوع الثالث إذا طلع شامل ومتباين. فهمت علي؟ شلون أنت من تنجح بأخير السنة شو نقول عليك؟ نقول عليك ناجح. زين، إذا رسبت بدرس شو نقول عليك؟ مكمل، يعني راسب، مو صحيحة، ساقط، فرد نوب. فهمتم علي؟ انتبه على السؤال هذا، ناخذ أمثلة. ليكن الأف، الأف هذا فيكتيشن مال الدالة، يعني في كلمة فيكتيشن ناخذهم بس الأف، مو عندكم كل كلمة كبيرة بالإنجليزي ناخذ بس أول حرف من عندها. هذا فيكتيشن يعني الدالة، يعني اخذهم بس الدالة، اخذهم بس الاف، بس الاف، يعني هاي الدالة. الدالة تقول لك انا من اكس الى وين؟ الى وين. من اكس الى وين؟ سهم لو مو سهم؟
إذن هذا يا موضوع التطبيق شنو فكرته؟ شنو فكرة التعويض؟ التطبيق شنو فكرته؟ هسه شلون عرفت هذا؟ شلون عرفت موضوع تطبيق؟ من السهم. اي هاي من هاي هاي؟ هاي المجال. لا هاي الداله الاف. هاي الداله مالك علاقه بها الاف اكتشن. ايها من هاي هاي؟ هاي المجال. وهي هاي المجال المقابل. دحيك المجال المقابل مالك علاقه بي. امسح. مسحت لك اياه. لا تدوخ. فهمت علي؟ خاف ضوج من عنده. شغلك وين يصير؟ بالمجال. من هذا اكس. التطبيق شنو فكرته يا حمودي؟ عافيه. تعوض من تعوض؟ الاكس. روح دور عناصر اكس. وين اكس؟ مو هذول ايه؟ هذول هذول الاربعة والستة والثمانية عوضهم مكامل. روح دور الاكس بالسؤال. يلا دور الاكس. وين الاكس بالسؤال؟ شو غرالي يا؟ دور اكس. مو قلت نعوض مكان اكس؟ وين عيونك؟ روح على اكس دور الاكس بالسؤال وينه. هسه دول عناصر اكس دول راح اعوضهم. عوضهم مكامل. مكامل. وين الاكس؟ يلا شو غرالي يا؟ اكس هاي داله. هاي داله اف اوف اكس مو يساوي ايش قد يساوي لنا؟ اي هذا ايش قد هذا؟ هذا نص لو مو نص؟ نص الاكس. اول شيء نضع داله اكس. شو نضع؟ داله اكس. نزلها بالسؤال استنسخها. ما تعرف تنقل؟ نبغى مو تاخذ براشي وياك تنقل بهن. هذا هو محيول السؤال بس انقله بالورقه. نزل داله اكس. واحد على من واحد؟ واحد على اثنين في شنو؟ في اكس. هذا خلي بين قوسين كل ما يجي الاكس قدامه عدد خلي بيها شنو بين؟ بين قوسين. هسه ايش اسوي؟ نعوض اي هذا. نعوض لو ما نعوض؟ هذا راح نعوض بمكانه. الاكس ايش قد الاكس يساوي لك؟ ايش قد الاكس عدد ايش قد؟ أربعة. وايش قد؟ ستة. ثمانية. عوض بمكاني هذا. الخطوة الثانية شو نسوي؟ الخطوة الثانية شو نسوي؟ نعوض. يلا عوض. قول اف. اف ايش قد اف؟ اف الأربعة مو صحيحة؟ راح يصير واحد على اثنين في ايش قد فيه؟ في أربعة. يلا ايش قد؟ عافية. هذا نص لو مو نص؟ نص الأربعة ايش قد؟ اثنين. إذا النتيجة اثنين. تمام لو مو تمام؟ اف. اف ايش قد اف؟ اف الستة يساوي واحد على اثنين في ايش قد؟ في ستة. هاي ستة. نص الستة ايش قد؟ نص الستة ثلاثة. اف ايش قد اف؟ اف الثمانية. اكتب مكان اكس. واحد على اثنين في ثمانية. نص الثمانية ايش قد؟ أربعة. هذا الناتج وجدنا. هذا شو نسميه؟ المدى. نسميه المدى. اي عندك سؤال يقول ايش قلت؟ صعب عليه. قول اربعة في واحد اربعة. اربعة على اثنين. نفس الشيء. تريد تختصر هاي ما حاجة. يقول هاي بهاي. هاي ايش قد بها؟ بها اثنين. اثنين في واحد اثنين. هاي ويا هاي بها ثلاثة. ثلاثة في واحد ثلاثة. ما يختلف الناتج. هذا شو يسمونه؟ هذا شو يسمونه؟ ناتج. لكن منطق الرياضيات شو نسميه؟ المدى. اذا معناه المدى اوجدنا المدى اللي هو الرنج. المدى الرنج. ايش قد الرنج اوجدنا؟ ايش قد؟ اثنين وثلاثه واربعه. ايش قايل هو بالسؤال؟ ارسم مخطط مع الازواج. ارسم مخطط شنو المخطط وشنو الازواج؟ الازواج هاي الازواج. انت مو وجدت المدى رنج من عوضت الاربعه ايش قد الصوره طلعت لك؟ ايش قد؟ اثنين. اذا معناها خليها بداخل قوسين. اربعه وايش قد؟ واثنين فارزة بيناتهم. من عوضت الستة ايش قد طلع لك الناتج؟ اذا معناها الستة فارزة ثلاثة. ما سمعاني بالازواج مرتبين؟ من عوضت الثمانية ايش قد الناتج؟ قول ثمانية واربعة. هاي اذا طلب سد القوس الكبير. تمام لو مو تمام؟ فهمتوها؟ فهمتها؟ صدق والله. الخطوة الثانية ارسم المخطط. هاي الازواج. ارسم شنو ارسم؟ المخطط. يعني نزل مجموعة الاي ونزل مجموعة. شنو مجموعة؟ العفو، مجموعة اكس. مو مجموعة اكس؟ اكس وواي. ومجموعة الواي اي من هنا. الاكس نزل اعداد ايش قد الاكس؟ الاربعة. وايش قد؟ والستة. الواي ايش قد مجموعة الواي؟ اثنين وثلاثة والاربعة والخمسة. اسحب لي خطط مخطط. اسحب لي الاربعة من عوض ايش قد طلعت لك صورتها؟ اسحب لي خط من الأربعة إلى وين؟ على اثنين. الستة من عوض ايش قد صورتها؟ اسحب لي من الستة على الثلاثة. الثمانية ايش قد صورتها؟ أربعة. أربعة. من بقت بدون صورة؟ خمسة. الخمسة. إذا هذا نسميه مجال تطبيق. شو نسميه؟ مجال؟ مجال تطبيق. فهمتوا لو بعد؟ فهمته؟ كلا فهمته؟ شوف السؤال الثاني. إذا كان الأف من أي إلى وين؟ يقدر يضيف هذا السؤال عبي نوع تطبيق؟ يقدر كل شيء يضيف. هسه يقول اذا كان الاف تطبيق من اي الى وين؟ الى بي. شنو نوع السؤال؟ اعرف على يا موضوع.
سهل، نوع التطبيق. نوع التطبيق لو التطبيق؟ ماكو نوع تطبيق، عندنا التطبيق، التطبيق بأنواع. التطبيق، شنو فكرة التطبيق؟ تعرف شنو فكرة التطبيق؟ لا، ما تعرفها، قول ما أعرفها يا ول. شنو تعرفها؟ أسولف الهياء ما يعرفها خطية. هي عملية تعويض عن قيمة الإكس. عن قيمة الإكس، فهمتها؟ شغلك الإف هاي لك علاقة بها؟ هاي شنو هاي الإف؟ دالة، ما لنا علاقة بها، شغلك وين يصير؟ على أي لو على البي؟ على أي، إذا البي امسحها، فهمت علي؟ ما لك علاقة به. شغلك دور عناصر أي، وين عناصر الأي؟ إيه دولة، شغلنا وين يصير؟ دولة أعوضهم دول بمكامن. مكان الداس. بمكامن يا ول. مكامن. وين الإكس؟ خليه هو مو إذا ما صار أسود طرب سطرة أقول بعلقة عقلاب. وين الإكس؟ إيه هذا الإكس تربيع. ما أشوف. مو قال التطبيق عملية تعويض مكان إكس. وين الإكس؟ هذا على مستوى ابتدائي، هو على ثلاث متوسط. وين الإكس؟ مو هذا؟ إيش قد أعوض بمكانه؟ خلنا نشوفك مخي يشتغل له جامد. إيه. ساعة تعوض واحد واثنين ثلاثة ولا؟ عافية. زين هذا شنو فوقه؟ تربيع. شو معنى التربيع؟ تربيع لا. تعرف التربيع؟ لا. من أسأل أقول لا. قول له، قول شنو التربيع؟ عدد مرات ضرب العدد. يا ولي حيوان. قول له يا ولي أبوي. قول له. قول له ما أعرف. قول له ما أعرف. خلوه يسولف. أنا جاوبه. والله صح. يا الله جاوبه. شنو معنى التربيع؟ ضرب الأعداد. ضرب الأعداد. ضرب العدد في نفسه. ضرب العدد في نفسه. شلون جدول الضرب؟ يا الله. إذا راح أقول الجواب. اول خطوه شنو نسوي؟ الخطوه شنو نسوي؟ ننزل الداله اللي بيها. شنو اللي بيها؟ ننزلها، استنسخها بالحل. قول الاف، الاف اوف اكس شو يساوي لنا؟ اكس تربيع. تمام. اي هذا الاكس، هذا الاكس شو عوض بمكانه يا ابو الصوص؟ يا ابو الصوص شو عوض بمكانه لك؟ عناصر الاي، عناصر الاي ايش قد الاي؟ واحد واثنين وثلاثه واربعه. عوض لي مره، شو قد اعوض مره؟ قول واحد الكل، واحد تربيع ايش قد؟ واحد. شلون صار واحد؟ واحد. يلا ايش قد نعوض؟ اثنين. اثنين تربيع؟ أربعة. أربعة. ورا شو نعوض؟ ايش قد نعوض؟ ثلاثة. نعوض ثلاثة. ثلاثة تربيع؟ تسعة. ثلاثة تربيع؟ تسعة. شلون صارت تسعة يا حمودي؟ صارت التربيع يضرب العدد في نفسه. شو يلا شو ضرب ليها؟ صارت ثلاثة في كذا. عافية. العدد التربيع يضرب العدد في نفسه، تمام. يساوي أربعة تربيع 16. إيه هذا الناتج اللي أوجدناه شو نسميه؟ إذا معناه الرينج، الرينج سميها R، تمام لو مو تمام؟ استنسخه. إيه أنا أقول مرة واحد، مرة شقد؟ أربعة، مرة تسعة، مرة شقد؟ مرة 16، تمام لو مو تمام؟ فهمتوا ليها؟ فهمته؟ نجي على اليمن، هذا نسميه المدى، شو نسميه؟ المدى. نجي على اليمن على نوعه، نوعه لو مو نوعه؟ نوعه، كم نوع بي؟ كم نوع؟ بي ثلاثة، شنو الثلاثة؟ شو تذكر لي ياهين؟ متباين وتقابل. شامل ومتباين وتقابل. هسه التطبيق شامل لو غير شامل؟ متى يكون شامل؟ دحق على الملاحظات، متى يكون التطبيق شامل؟ إذا كان الناتج موجود في السؤال. إيه هذا الناتج، مو إيه هذا؟ إيه هذا لو مو هذا؟ مو هذا الناتج؟ ايش قد الناتج؟ موجودات بالسؤال فوق؟ وينهن؟ اهذن نفسهن؟ اكو زياده نقصان؟ لا. اذا شو نقول عليه؟ اذا راح نقول عليه اولا شامل. يا ابو ليش شامل يا استاذ؟ قول لان المدى، لان الناتج، الناتج يساوي المجال المقابل. خاف اذا اذكر لك السبب اكتبه هيك انا، او قول لان النواه، لان المدى موجود في السؤال، ماكو مشكلة. ثانيا متباين، متى يكون متباين؟ إذا كان الناتج بدون تكرار. زين إذا بي تكرار، إذا شو نقول عليه هنا؟ هسا أكو شي تكرار؟ ماكو تكرار. إذا شو نقول عليه؟ عافية. نقول عليه متباين لأنه بدون شنو؟ بدون تكرار، يعني ما تكررت، لأنه بدون تكرار. وصلت هاي الفكرة؟ نحكيكم اياها بالعاميه. هل تقابل؟ نعم. هو نجح وين؟ نجح بالشامل، ونجح بالمتباين. اذا راح ينجح وين؟ بالتقابل. اذا نقول يا بروح اخذ النتيجه تقابل، لان شامل ومتباين. تقابل لان شامل ومتباين، تمام هالفكره. ان شاء الله نشوف هذا السؤال. يقول اذا كان الاف تطبيق من اي الى وين؟ الى بي. تطبيق من اي الى وين؟
إلى B. تطبيق من A إلى وين؟ إلى B. حيث إن ال F of X X تربيع زائد إيش قد؟ زائد إيش قد؟ زائد واحد. وإن ال A سالب اثنين سالب واحد صفر واحد اثنين. مثل التطبيق في المستوى الإحداثي وبين شنو بين؟ وبين نوعه. إذن هسه هذا يا موضوع تطبيق. شو عرفت تطبيق؟ بسهم. شنو فكرة السهم؟ سنتعوض بين الاكس. يلا وين الاكس؟ اقرا لي اياها ما اعرف اقرا. يساوي اكس تربيع زائد واحد. نزلها بالسؤال مو نزلها لان شغلنا راح يصير عليها. شغلنا وين يصير؟ عليها. زائد واحد. اي هاي الاكس شو اعوض بمكانها؟ اعوض الاي لو البي؟ الاي. جيد. اذا انت راح اعوض بمكانك الاي. الاي ايش قد الاي؟ سالب اثنين سالب واحد صفر واحد. تمام. فوقها تربيع لو مو تربيع؟ يلا ابدا عوض لي. يلا اخذ هسه ايش قد اخذ؟ سالب اثنين الكل تربيع. خلها بين قوسين وارفع عليها كل تربيع. تمام لو مو تمام؟ زائد ايش قد زائد؟ واحد. الواحد ينزل. التربيع شو يسوي بالسالب؟ ليش؟ لان العدد زوجي. اي قوه زوجيه وجوها سالب تلغي. اذا اقول لك هسه انا سالب اثنين القوه ايش قد القوه؟ 100. هاي 100 زوجي لو فردي؟ زوجي. راسا نلغي السالب. اذا اقول لك فرضا سالب اثنين القوه ثلاثة، ثلاثة فردي لو زوجي؟ فردي. اي حافظ على السالب. السالب ينزل بالحل. ينزل وين؟ بالحل. ايش اكو قوه زوجيه تلغي السالب؟ ايش اكو قوه زوجيه شو يسوي بالسالب؟ تلغي. هسه عنا هذا التربيع شو يسوي بالسالب؟ تلغي. امسح لي اياه. اثنين تربيع اربعة. زودها واحد يمنا اذا النتيجه خمسة. وصلنا يمن يم الاثنين، العفو يم السالب واحد. سالب واحد الكل تربيع. تربيع زائد ايش قال؟ زائد زائد واحد. التربيع شو بالسالب؟ يلغي. واحد تربيع زائد واحد اثنين. اذا معناه وصلنا يمن يم الصفر تربيع زائد واحد. هذا الواحد يثبت بالحل. الصفر متربع ايش قد؟ صفر. صفر زائد واحد واحد. وصلنا يمن يم الاثنين، الاثنين عفوا الواحد تربيع بالسله زائد واحد. عادي تيجي تخربط خربط بالحل بالارقام عادي ماكو مشكله. الواحد متربع ايش قد؟ زائد واحد اثنين. وصلنا يمن يمل اثنين الكل تربيع. اثنين تربيع زائد واحد خمسة. اذا هذا تسمي هذا هذا المدى. ايش قد المدى صار عندك الرين؟ ايش قد الرين؟ الرين ايش قد؟ خمسة واثنين واحد بدون تكرار. يريد نوعه كم نوع به؟ اولا وثانيا وثالثا. ما ذكر السبب. نوع النوع الاول شنو نسمي النوع الاول؟ شامل. امتى يكون شامل؟ اذا الناتج موجود. ايش قد الناتج؟ مو دورهم بالسؤال. اكو بالسؤال. اذا شنو نقول عليه؟ شنو نقول عليه؟ ما موجودات اقول له ما يصير اقول شامل. يصير اقول شامل؟ لا، الا اذا موجودات. شنو نقول عليه؟ قول عليه غير شامل. لأن المدى لا يساوي المجال المقابل. ما أعرف إيش قد أنا المجال المقابل هو بي احتمال بمليارات الأعداد. صح لو مو صح؟ إلا هو ينطق. كان دير بالك. متباين. ليش؟ السبب لأنه بي تكرار. شوف هذه الخمسة تكررت والاثنين تكررت. إذا شنو نقول عليه؟ نقول عليه غير. إذا هو رسب بالشامل ورسب وين رسب؟ بالمتباين. أقول له غير ناجح. أنت ما نجحت. غير ناجح لا شامل ولا مو. ما نجحت. يصير أقول علي تقابل؟ نقول علي غير. شنو غير؟ غير تقابل. افتهمتوا لي يا شباب؟ صدق والله كالله افتهمته. مثل اللي ياب مخطط سهمي. شنو المخطط السهمي؟ العفو العفو بالمستوى الإحداثي. شنو المستوى الإحداثي؟ المستوى الإحداثي تأخذ الأزواج أزواج مرتبة. بس أنت من عوضت الاثنين. انتبه انتبه. ايش قد طلعت النتيجة؟ قول الاثنين وايش قد؟ وخمسة. من عوضت الواحد ايش قد صورته؟ اثنين. واحد واثنين. من عوضت الصفر ايش قد صورته؟ صفر وواحد. لا اكتبن اكتبن كليتن. العدد ونتيجته. الواحد ايش قد صورته؟ اثنين. الاثنين ايش قد صورتها؟ خمسة. هذا العفو هذا سالب اثنين. وهذا سالب. هسه عوضت الواحد ايش قد صورته الواحد؟ اثنين. من عوضت الاثنين ايش قد صورتها؟ خمسة. هذول ارسمهم بالمستوى الإحداثي. إذا السالب يشيل التربيع لازم بالأزواج المرتبة. إيه بالتكتبه. إيه بالأزواج المرتبة تكتبه. لأن أنت عوضت. إيش عوضت؟ عوضت السالب. ما عوضت السالب؟ يعني عوض مالات السؤال. إيه مال السؤال الأصليات. هنا راح يحددون الرسم. هذا الرسم. شوف هذا الرسم. هذا راح يصير رسمي هنا. إيه هاي الاثنين. هاش قد هاي؟ سالب. إيه هذا يا محوري هذا الأفقي. هذا محور إكس الموجب. من ناشي قابله. اكس السالب. هذا من هذا؟ هذا الواي الموجب. اتجول واي السالب. ايه هذا من هذه؟ هذا سالب.
هذا للاكس وهذا المن للواي. دائما الواي على اليمنى والاكس على اليسرى. باوعي هذا بهم صفير، هذا معناه التقاء. شنو معناه؟ يعني الاثنين تلتقي وما تلتقي ويا الخمسة، يعني ما راح يثبتون على الخط. النقطة تصير يا إما هنا يا إما هنا يا إما هنا يا إما هنا، لأن التقاء. يعني إذا مو أسي هذا مو بيها صفير، هاش بيها يعني بس الواحد، الواحد يصير نقطة على الخط، الواحد عليه محور على الواي. يعني يقول هذا الواي واحدة هنا وخل نقطة على الخط هيك، فهميت؟ هذا النقطة تصير على الخط. لا هذا معناه شنو معناه؟ معناه التقاء. شنو التقاء؟ يعني الاثنين تلتقوا يامن، ثبت الاثنين على محور اكس السالب. قول هاي واحدة وهاي شقد؟ اثنين، وهذا عليه محور على الواي خمسة، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي اربعة، هاي خمسة. اسحب نقاط من عدها الى الاثنين، تطلع الاثنين تتعلل وياها، وصلت هنا سويها نقطة سوداء هنا، فهمتوها؟ صار حدد النقطة مالتها؟ لا بس ارسم هيك، انا سالب واحد واثنين، هذا السالب واحد، اثنين هاي اثنين، يعني من هنا تطلع النقاط هيك خفيفة براس القلم، تصعد من هنا التقت هنا. اثنين بالموجب على الواي، هذا الواي وهذا الاكس، تمام؟ هذا حددناه الصفري هذا، تمام؟ شوف هذا واحد واثنين، واحد عليه محور على الاكس، واليمنى للواي، افتهميت؟ التقاء لو ملتقاء؟ لا ما بها صفر، الواحد هذا على الاكس، والاثنين على الواي، يعني من هنا تصعد النقطة هيك تصير هنا النقطة، افتهميت؟ هاي اثنين وخمسة، الاثنين نهاية والخمسة من هنا تطلع منها نقاط، تصعد منها نقاط هنا، مو هنا، هاي ثبتنا النقاط، فهمت علي؟ ما لا يصير هيك منحني مثل الطاسة، افتهميت؟ بس ترسمه، هو يقول بس تطبيق في المستوى الاحداثي، عينتهم وقف بس مثلتهم وقف، فهمت علي؟ فهمتها؟ ناخذ الامثله الاخرى. عندنا ذن الامثله راح يصير التعويض هنا. شنو التعويض هنا؟ أنا غير مباشر. شو يصير التعويض؟ يعني غير مباشر، يعني الارقام خافيها. احنا نظهر الارقام، احنا نظهرها. شوف هسه عنا يقول اذا كانت الاف تطبيق من زت الى وين؟ الى زت، حيث ان الاف فكتيشن الداله 2 اكس تربيع ناقص 3. بين نوع، شنو نوع؟ نوعي التطبيق. ابو الصوص شنو السؤال؟ على يام سؤال؟ على يام موضوع؟ التطبيق. شلون عرفته؟ سولف لهم، سولف لي هذا. من السهم. السهم معناه شنو معناه؟ تطبيق. شنو معنى التطبيق؟ مو كامل عن عملية اكس. اذا اول خطوة شنو ننزل؟ شنو ننزل بالسؤال اول خطوة؟ ننزل الدالة، الدالة هل بها شنو بها؟ وين الدالة بها؟ اكس. اقرا لي اياها. اذا اف اوف اكس تساوي ايش قد؟ 2 اكس تربيع ناقص 3. إيه هذا خلي بين شنو بين؟ السبب ليش؟ لأن أمامه عدد وفوقه عدد، خلي بين قوسين الكل تربيع، حتى من أعوض أربع ثم أضرب، تمام لو مو تمام؟ شغلك شو يصير؟ تعويض لو مو تعويض؟ تعويض بمكان مكان إكس، زين هذا الإكس أعوض مكانه شنو مكانه؟ بداية السهم، هذا من هذه هذا؟ هذا الزت، وين الزت؟ وين عناصره؟ موجودات؟ إذا إيش بيها الإعداد؟ خافيها. لازم انا اظهرها. يقول لي انت بعد صرت طالب شاطر اظهرها، تفتهم علي؟ تفتهم ابويا؟ صدق والله. توته قبل شويه الامثله الارقام ايش بها الارقام؟ الاعداد ظاهرها، ينطيها جاهزه مجهزه، يقول لك بس عوض. هسه سوى بالاعداد خفاها، لازم انت شنو انت؟ انت تظهرها. انت كطالب شاطر هذا يا مجموعه الزت، مجموعه الاعداد الصحيحه، الصحيحه تاخذ موجبه وتاخذ سالبه. يعني معناه صحيح الزت، اخذ لك عدد بالموجب وعدد بيش؟ يعني اخذ الاثنين ووراها الواحد، هذا بيش بيش اخذتهم بيش؟ بالموجب. الصفر بيناتهم رد ذولا كررهم بيش؟ تكررهم بالسالب، سالب واحد وسالب اثنين، وذولا عوضهم، فهمت لي اياها؟ ما يجيك يا اما يجيك الزت يا اما ايش يجيك؟ الان اذا خافيها انت اظهرها، وذولا عوضهم مكامل بمكان الاكس، تمام لو مو تمام؟ إذا راح أبدأ أعوض، بس دير بالك إذا صار التعويض هسا عندك 3 في أكس الكل، شنو الكل؟ تربيع زادا فرضا واحد. من تعوض هنا فرضا، إذا عوضت هنا عوضت 2 تربيع زائد واحد، شوف عندك جمع وعندك أسس وعندك هنا ضرب، تمام لو متمام؟ ثلاث عمليات بآن واحد. الأولوية المن الأولوية؟ الأولوية المن؟ الأولوية المن؟ الأولوية المن؟ مو للقوس؟ اتخلص من القوس. اثنين تربيع، اثنين تربيع ايش قد؟ اثنين تربيع أربعة. يلا وصلنا من اثنين تربيع، قلنا اثنين تربيع ايش قد؟ اثنين تربيع ايش قد؟ أربعة.
الأربعة أضربها بمين أضربها؟ بثلاثة. أربعة في ثلاثة 12 تابع الدين الجمع 13. يعني الجمع والطرح أخير مرحلة. الجمع والطرح شنو أخير؟ الأولوية للأسس. هسا عوض لي هنا، يلا عوض لي، عوض لي. راح تقول أف، أف إيش قد أف؟ أف الاثنين. تيجي تعوض مباشر، عوض، قول اثنين في اثنين تربيع ناقص ثلاثة. يلا اثنين تربيع إيش قد؟ أربعة. أربعة بالاثنين البرة ثمانية. ثمانية ناقص ثلاثة بها خمسة. ورا إيش قد نعوض؟ واحد. راح يصير اثنين في واحد تربيع ناقص ثلاثة. واحد تربيع واحد. واحد في اثنين اثنين ناقص ثلاثة. شو نسوي هنا؟ نطرح وناخذ إشارة العدد الأكبر. دير بالك هنا إيش أخذنا؟ الأكبر. الأكبر منه؟ الأكبر الموجب. صار موجب خمسة. هنا الأكبر منه؟ الأكبر. إذن يصير سالب واحد. وصلنا من وصلنا؟ يم الصفر ناقص ثلاثة. صفر تربيع صفر. صفر في اثنين صفر. ايش يضرب بالصفر؟ صفر. من يبقى عندك؟ سالب. اذا تبقى عندك السالب ثلاثة. تمام لو متمام. هسه انا اخذنا وصلنا من يمن يم السالب. راح يصير اثنين في سالب واحد تربيع ناقص ثلاثة. انت بيش سوي بالسالب؟ واحد تربيع واحد. واحد في اثنين اثنين ناقص ثلاثة. شوف دائما الواحد والسالب واحد يطلع من نواتجهم مشابهين. الاثنين والسالب اثنين يطلع من نواتجهم مش بيهم مشابهة. تمام لو متمام. ايش قطع الناتج مال السالب مال الواحد؟ مو سالب واحد. نطرح لما نطرح نطرح وناخذ إشارة الأكبر. هسا أخذ للسالب اثنين. راح يصير اثنين في سالب اثنين الكل تربيع ناقص ثلاثة. التربيع شو يسوي بالسالب؟ فهمت علي؟ صدق والله. التربيع شو يسوي بالسالب؟ هسا شو يلا طلع الناتج مال هذول؟ سالب التربيع والسالب لغيته. يلا ايه سالب طلع الناتج أربعة. شو بالله هسا ايه الأربعة؟ وأربعة بيمن؟ ايش قد؟ ثمانية نقصها ايش قد؟ خمسة. اذا نكتبها يا الله. فهمت علي؟ كأنما سالب ما موجود. اثنين تربيع ايش قد؟ اربعة. اربعة باثنين ثمانية ناقص ثلاثة. ثمانية ناقص ثلاثة بها خمسة. ايش طلب بالسؤال؟ بين شنو بين النوع؟ نوع التطبيق. التطبيق لان الار المجال لوم المجال عفو المدى لوم المدى. المدى ايش قد المدى؟ خمسة. ورا ايش قد؟ سالب واحد. ورا ايش قد؟ سالب ثلاثة. بدون شنو؟ بدون بدون تكرار. نوعه اولا وثانيا وثالثا. اولا شامل؟ لا. ليش؟ يعني ايه هذا الناتج اللي وجدته موجود بالسؤال فوق؟ اذا شنو نقول عليه؟ غير متباين. ليش غير متباين؟ لان بي انت شبيك انت نايم زي. ليش غير متباين؟ غير متباين. ليش قالهم غير متباين؟ شنو شنو مش شابهة؟ سالب واحد ومسالب واحد. يعني بي تكرار بي تكرار. متقابل؟ لا. يلا عافية. فهمتوها لو بعد؟ فهمتوها؟ شوفوا لي هذا. هذا تطبيق من أن إلى وين؟ إلى أن. أول خطوة شو ننزل؟ ننزل الدالة. مو الدالة إيش قد الدالة؟ ثلاثة إكس زائد اثنين. هذا خلي بين شنو بين؟ بين قوسين. هذا نعوض بمكانه. عوض بمكانه شنو بمكانه؟ الآن. زين الآن موجودة؟ موجودة الزت مجموعة من مجموعة الأعداد الصحيحة. زين الآن مجموعة من طبيعية. الآن مجموعة الأعداد الطبيعية. الطبيعية بها بها سالب؟ لا بس موجب. عافية. أخذ الواحد والاثنين أعوض بمكامل ويبقى هذا عليك. شنو عليك؟ عليك واجب. تمام لو متمام حتى نتحول إلى موضوع التركيب إن شاء الله.